طيب احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع اصلاح ذات البين، وقلنا ان ثوابها عظيم. طب نعم. افساد ذات البين بقى، بص بقى شوف، تصور ان افساد ذات البين ده يا استاذه بيتحط في كلمه اسمها النميمه. ايه هي النميمه يا جماعه؟ النميمه هي نقل الكلام من شخص لشخص او من مجموعه لمجموعه مع الزياده، مش بقصد الاصلاح بقى، لا بقصد الافساد. عارفه اللي بينقل الكلام ويحط عليه شويه بهارات، فلفل وبهارات وبتاع كده، عشان زي ما انت بتقولي كده ايه، يشعل لله. عارفه ده زي مين؟ هتستعجبي من كلامي دلوقتي. ايوه، ده زي البرص، مع احترامي طبعا لله، اللي بيبخ في النار. الله يفتح على حضرتك. مين هو البرص بقى؟ البرص ده في اللغه اسمه الوزغ. الف لام واو زين غين. ايه الوزغ ده؟ ستين عائشه دخلوا عليها مره فلقوها وضع العصا خلف الباب. ايه يا عائشه انت بتتخانقي يعني، بتاعت مشاجرات وكده، انت طيبه يعني؟ انتم قلت لهم لا، انا وضع العصايه دي لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الوزغ فاقتلوه. قال لك ومن قتله بضربه واحده فله 100 حسنه. عارف اللي هو مشهور عندنا عزكم الله بالبرص. ليه بقى؟ ليه عائشه؟ قالت لان النبي قال لما وضع ابراهيم في النار كل الحيوانات بدات تتسابق تطفي النار دي الا البرص، فلقوه واقف من الناحيه الثانيه عمال يشعلل في النار. فاللي بيشعلله برضه في الخلافات دول اللي زي البرص برضه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ النميمه بقى دي بنقل الكلام بقصد الافساد. النبي لما مر، تصور ان النميمه دي، النبي مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر او لا يستنزه من بوله. شوفوا النميمه يا جماعه اللي بتخربوا بيوت الناس. شوف يا اللي كام واحده اتطلقت بسببك، شوف يا اللي خربت بيوت بكلمه. شوف النبي قال ايه؟ قال طب والقبر التاني ده بيعذب ليه يا دعاء هانم؟ الكلام مهم او بقى. قال واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. بيعذب في قبره عذاب ما بعد عذاب، عشان بينقل الكلام بين الزملاء، بين الازواج، بين الجيران، عشان يلخبط. والفتنه نائمه لعن الله ايه؟ من اشعلها، من ايقظها. من ايقظ الفتنه. نعم.